سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. الرسالة بتقول إيه؟ خلي بالك، الرسالة بتقول إيه؟ بتقول فلا تنشغل بموعد النص. قالوا النهاردة العاشر من رمضان، اليوم هو العاشر من رمضان. استبشروا ولا تقلقوا ولا تضطربوا ولا تتوتروا. موكب النصر، هذا موكب النصر، أدركوا موكب النصر، أدركوا ساعة النصر. أمريكا تسقط، إسرائيل يسقط، الخولة وسيئة الهبل. ليه؟ لأن انتوا في الشوارع ان هم شايفين النصر فوق الرؤوس اهو.